غدا الرئيس السيسي يشارك في القمة الإسلامية الأمريكية بالرياض بحضور 43 من قادة وزعماء العالم الإسلامي. رئيس الوزراء يشارك في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن. الحكومة تحارب جشع التجار بمعارض سوبر ماركت أهلا رمضان. نواب يجمعون توقيعات لمحاولة إقناع الحكومة بتأجيل رفع أسعار الكهرباء والبنزين بعد يوليو القادم. وزير الداخلية يقرر منح نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان. اليوم بدء امتحانات الدبلومات الفنية، والوزارة تحذر الطلاب من حضور من خطورة اصطحاب المحمول داخل اللجان. اجتماع بالأعلى للإعلام السبت لتفعيل المرصد ومتابعة الأعمال الرمضانية. لجنة استرداد أراضي الدولة لم نصدر أي قائمة بأسماء معتدين على أراضي الدولة. وزير الإسكان يتفقد اليوم مشروعات مدينة العلمين الجديدة. وأخيرا محاكمة بديع و738 متهما في فض اعتصام رابعة اليوم.